يا ابن كثير أنت هنا مثل كل علماء على فكرة، هذه التناقضات كثيرة جدا في كتبنا على فكرة، والكل يقع فيها ولا يشعر بأي تناقض في عقله. طبيعي، تعرفوا لماذا؟ نحن كيفنا عقولنا، أنها عقول روائية، عقول الرواية وحدثنا وأخبرنا، كيفناها مع المتناقضات لكي نحفظ للرواية ماذا؟ قدسيتها وجلالها. في لدينا حديث آخر، حديث المستورد القرشي في صحيح مسلم، حديث عمرو بن العاص. قال إيه المستورد؟ أن النبي عليه السلام قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فخلوا إيه عمرو بن العاص، انظر ماذا إيه تحدث يا مستورد. قال له: أنا لا أحدث إلا بما سمعت من رسول الله. قال: إن كان إيه كذلك فإن فيهم إيه لخصالا إيه أربعا أو قال خمسا. وقال أحد: إنهم لا أحلم الناس عند مصيبة، لا أحلم الناس عند، وأسرعهم إفاقة، ها وأسرعهم إيه، وأسرعهم إيه إفاقة من نكبة أو مصيبة أيضا، وبعدين أوشكهم كرة بعد فرة، خير الناس ليتيم ومسكين وأرملة، وخامسة حسنة جميلة، يعني فيهم خصلة خامسة حسنة جميلة، أمنعهم من ظلم الملوك. هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات شرار الخلق أم خيار الخلق؟ خيار الخلق، هذول الناس طيبين جدا جدا. والنبي قال: تقوم الساعة عليهم وهم أكثر الناس. ماذا قال الحافظ العلامة إيه العماد بن كثير رحمة الله تعالى عليه؟ ماذا قال؟ قال: هذا الحديث يعني يفيد بظاهره أن الروم يسلمون، يكونون مسلمين، تقوم الساعة عليهم وهم مسلمون. ابن كثير لا تنسى أنت صاحب كتاب النهاية في الفتن والملاحم، انتبه، أنت تحدثت قبل صحائف أن الساعة لا تقوم إلا على إيه؟ إلا على شرار الخلق لا يبقى مسلم. يا ابن كثير أنت هنا مثل كل علماء على فكرة، هذه التناقضات كثيرة جدا في كتبنا على فكرة، والكل يقع فيها ولا يشعر بأي تناقض في عقله. طبيعي، تعرفوا لماذا؟ نحن كيفنا عقولنا، أنها عقول روائية، عقول الرواية وحدثنا وأخبرنا، كيفناها مع المتناقضات لكي نحفظ للرواية ماذا؟ قدسيتها وجلالها، لا يمس جانب الرواية لكن يمس العقل، يمس القرآن، يمس كل شيء، يمس حتى جانب النبي. يطلع النبي إيه غضوب جدا، يسب ويلعن ويشتم ويظلم، إيه حديث صحيح ماذا نفعل؟ ويتكلم بكلمات بذيئة ويأمر بالبذاء، يقول لك: أعضوه بهني أبي، يقول له العبارة وسخ القذرة هذه، النبي يأمر بهذا؟ إيه في الصحيح هذا، ماذا نفعل؟ هذه صورة النبي. الرواية، العقل الروائي يا إخواني شقي جدا بروايته، والله العظيم متشاكس متناقض لا يستطيع، ماذا يفعل؟ لا بد أن يقبل بهذه المتناقضة، تكيفنا. قال ابن كثير: هذا معناه بظاهر الحديث أن الروم يسلمون، بس هذا يتناقض مع حديث أخرى ابن كثير، يتناقض مع حديث إيه أخرى ابن كثير. ومش هيك وبس، ابن كثير قبل صحائف كان ذكر وأكد أن الحرب بين الروم وبين المسلمين تبقى حتى نهاية الأمر، لا تضع الحرب أوزارها، دائما في مشكلة تبعث على الحرب بين مين؟ المسلمين وبين الروم. وهنا نسي وقال إيش يصيرون ماذا؟ مسلمين. بعدين لو أسلموا النبي يقول عنهم الروم أو المسلمون؟ انتهى خلاص، ايش دخل؟ يقول: تقوم الساعة والمسلمون إيه أكثر ما أسلموا. النبي لا يتحدث هذه اللغة العنصرية العرقية، صح ولا الفاشية؟ مستحيل يقول المسلمون، كيف سماهم روما؟ تقول لي: وكيف تناقض الحافظ؟ تناقض لأنه يقبل بكل المرويات وإن تناقضت، فهمتم كيف؟ تناقضت المرويات فتناقضت عقولنا، ما فيها، ما في تسليم للمرويات. هكذا، هذا كثير جدا 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 يا إخواني في مثل هذه الأمور. ماذا نفعل؟